كلام كتير عن الأهلي وكأس العالم للأندية وكمان المشوار القادم والتحديات القادمة للنادي الأهلي تحديدا، ويا رب نطمن على اللي جاي حتى إن كان اللي فات يعني مش هنقول سيء أبدا، مش هنقول ضعيف أبدا، لكن كان في تذبذب شوية في النتائج للأسف الشديد. خلينا نرحب على كل حال بضيفنا اللي قال لنا إن هو لسه من امبارح ما نامش عشان كان بيغطي أحداث تحديدا كأس العالم للأندية بالأمس، الأستاذ طبعا محسن لملوم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير. ده أحلى تعليق النهارده هيطلع في الفقرة دي طالما مفيش نوم. منورنا في حركة ومستنيين بقى الفقرة تبتدي عشان نعرف حضرتك شخصيا تحب تبتدي بإيه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم بالحدث الأهم اللي هو المباراة امبارح طبعا. يعني رغم طبعا زي ما حضراتكم قلتوا أو تفضلتوا قلتوا إن هو الأهلي طبعا في مكانة تانية، يعني بالنسبة له لسه عنده فرصة طبعا بينافس على ميدالية اليوم الجمعة إن شاء الله على المركز الثالث والرابع، لكن في حالة حزن كبيرة لدى جماهير النادي الأهلي، لأن كان سبقتها حالة عشم كبير. بالظبط ده السبب، إن هو أنت كان في الإمكان أفضل مما كان، لأن أنت كمان الظروف خلتك إن أنت يعني المركز الثالث ده أنت خدته 3 مرات، بتصل المرة السادسة للنصف النهائي، ده خلى عندك خلاص جد يعني بقى عندك طبعا طموح تاني أكبر. ومنهم 4 مرات على التوالي، فده يحسسني إن الحكاية قربت. بالظبط خلاص بقى يعني أنت كمان حقك إن أنت يعني الأهلي فعلا كان يستحق يصل للنهائي بكل امانه يعني في اي مره من المرات، لان حتى كمان النظام الجديد بقى خليك مش يعني الموضوع صعب جدا 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 على اي فريق مش النادي الاهلي بس أكيد. فكانت فرصه ان انت تكتب تاريخ وتصل للمباراه النهائيه، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. عشان كده حاله الحزن او حاله الاحباط كبيره عند جماهير النادي الاهلي، لان كان في الامكان افضل مما كان. وحتى المباراه نفسها مباراه فلومينينز البرازيل امبارح كنت تشوف ان هي يعني ما كنتش تزعل لو كانت مثلا من طرف واحد، لكن انت كنت وصلت وهددت، وكان في وجهه نظر شخصيه لو كان النادي الاهلي وفق في تسجيل هدف كان يسجل تالي، ان الفريق الهجمات المرتده على فلومينيزي كانت خطره جدا، كان يقدر النادي الاهلي يستغل يعني 2-0 دي كانت ممكن تبقى طبيعي جدا للنادي الاهلي، لكن يعني خلاص قدر الله ما شاء فعل. في النهايه اهدار الفرص للاسف بيتواصل في النادي الاهلي، يا رب يبقى له حل في الفتره اللي جايه، لكن خلاص اللي حصل حصل يعني. البعض لام اللي حصل او الشقه منه على التغييرات المتاخره، قال لك هو ليه كولر ما سرعش بالتغييرات، خصوصا ان هو كان شايف بعينه ان في اجهاد واضح على بعض اللعيبه، وليه كان في لعيبه قاعده مثلا منهم ديانج ما لعبوش، وليه كان بيرس تاو بيطلع. يعني البعض اعترض على او يعني هي مش اول مره يعترضوا على التبديلات، بس اعترضوا قالوا ده سبب من اسباب اللي حصل امبارح. لا انا في الحته دي بصراحه بوجهه نظر شخصيه اختلف معاها، لان هو لو كان الاهلي مثلا فاز، ما هو نفس التغيير اتاخر برضه في مباراه اتحاد جده، بس ما حدش بقى اتكلم ليه، لان خلاص النتيجه كانت في صالحك، فخلاص هو وفق. الناس مثلا زعلت قالت كوكا ازاي شارك وديانج موجود، لما الاهلي بقى كسب وعمل ماتش لا احسن ده وفق في اختيار كوكا. لا انا ما بحبش الانتقادات دي، كان في يعني وجهه النظر بتاع المدرب. هو بيقول لك مثلا طب ما في اجهاد، طب ما هو اللي قاعدين جنبه عنده اجهاد. وبعدين هو في حته يجب الا نغفلها، الفوز الكبير على اتحاد جده وحاله النشوه الكبيره اللي حصلت بسبب طبعا الاحداث، حسيت المباراه العربيه دي بقى بتبقى عليها اجهاد نفسي وعصبي على اللعيبه، ده خد من الاهلي امبارح. يعني الاهلي يعني خرج من مباراه فيها كبت كبير، ضغط كبير، ان الضغط طبعا مع الجمهور مثلا بتاع اتحاد جده اللي هو هنكسبكم انتوا كسبتوناش قبل كده، الحاجات اللي هي اللي فترت التاريخ، بس عملت ضغط على النادي الاهلي. انت بتقابل فريق فيه بنزيما وكانتي وفابينيو الكوكبه الكبيره دي، بس ده ما اثرش فيك وقتها وطلعت باداء رائع جدا. حلو، ما هو ده نتيجه الاداء الرائع ده جالي نتيجه الضغط النفسي. يعني تقصد ان المباراه اللي فاتت دي امبارح كانت ناس بتقول لك انت هتكسبها كده كده؟ لا لا، انا اقصد اقول حته ان هو الضغط العصبي او النفسي على اللعيبه في مباراه اتحاد جده اثرت على امبارح. بالظبط.